بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أعضاء هيئة التدريس في جامعة البيضاء بدأنا اعتصامنا في شهر 5/2011 في هذا المكان أمام بيت الرئيس عبد الرب منصور هادي قبل 21 فبراير، ووعدنا من قبل رئيس الجمهورية بأنه سيتم تنفيذ مطلبنا وهو إقالة رئيس الجامعة الذي تمادى في إرساء أو الفساد في الجامعة، وها نحن عدنا من جديد لبدء اعتصامنا من جديد أمام بيت الرئيس عبد الرب منصور هادي لكي يحقق لنا مطلبنا الوحيد وهو إقالة رئيس الجامعة. بعد مسيرة طويلة من النضال من أجل إقالة رئيس جامعة البيضاء الذي تمادى بفساده وبأعماله المخالفة للقوانين ولوائح الجامعات اليمنية، ومسيرة طويلة من بقائنا معتصمين ابتداء من منزل رئيس الجمهورية في قبل 21 فبراير، ثم وزير التعليم العالي، ثم رئاسة الوزراء، ولم يستجب أحد لمطلبنا. ها نحن اليوم نعود إلى رئيس الجمهورية لنبدأ اعتصاما جديدا. مطلبنا هو وحيد، لدينا تقرير من لجنة التعليم العالي التي نزلت لمدة 6 أيام لمحاسبة والتحقيق مع رئيس الجامعة، وأوصت بإقالة رئيس الجامعة ومحاسبته، وإلى اليوم هذا التقرير في درج وزير التعليم العالي لا يريد إخراجه وتنفيذه إطلاقا. نطالب رئيس الجمهورية بسرعة تنفيذ هذا المطلب وإخراجه وإنقاذ جامعة البيضاء ومحافظة البيضاء مما هي فيه من مشاكل أكاديمية وتعليمية وقانونية. طبعا مطلبنا واضح من البداية وهو إقالة رئيس الجامعة، و إقالتها ليست يعني مزاجية أو حسبية أو تتدخل بأي يعني في أي شيء. مطلبنا كان مطلبنا هو أن التعسفات التي نواجهها كمعيدين وكدكاترة، يعني بالنسبة للابتعاثات، ابتعاثات يعني في زملاء في جامعات أخرى يعني رجعوا بالماجستير، ونحن لازلنا نعاني من كلمة ترشيح ها في القسم وترشيح في الكلية. نحن اليوم نجدد اعتصامنا أمام مبنى بيت رئيس الجمهورية للمطالبة بإقالة رئيس الجامعة. اعتصامنا الآن مستمر لخمسة أشهر ولم نجد أي استجابة، لكن نأمل اليوم من رئيس الجمهورية أن يتجاوب مع مطالبنا، لأنها مطالب مشروعة ليست فوق القانون، وإنما نريد إقالة الفاسدين من الجامعة، جامعة البيضاء. لكن يبدو أن هناك تآمر على جامعة البيضاء. نريد الرئيس عبد الرب منصور هادي أن ينظر إلى جامعة البيضاء وينقذها من هذه المؤامرة حتى نبني جامعة ونخرج مشروع المدرسة الابتدائية الأهلية إلى مشروع جامعة حقيقية. هذا ما نريده وهذا ما نطلبه، وهذا على ما أعتقد أنه ليس كثير علينا وليس مطلب كبير من أجل بناء جامعة حتى نبني المجتمع بشكل صحيح.